اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من البيت الكبير. كل سنه وحضراتكم طيبين. خلال الاسبوع اللي فات بالكامل الحقيقه كانت كل الاعياد، عيد الاضحى المبارك طبعا، كانت ايام جميله واعياد جميله جدا. الحمد لله خلال هذه الفتره او الفتره السابقه في البيت الكبير وفي كل قناة النادي الأهلي، سعيد جدا بكل التعليقات اللي حضراتكم دايما بتبعتوها لنا، ودايما الملاحظات السلبية اللي موجودة بنحاول دايما نحلها أول بأول، لأن أنا دايما وزي ما قلت لحضراتكم دائما أن هذه الشاشة هي شاشة جمهور النادي الأهلي، شاشة جمهور النادي الأهلي. أنا ليه بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده لأنه أنا هتكلم عن حاجات مهمة جدا جدا تخص جمهور النادي الأهلي ووعي جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي هو جمهور واعي وحافظ وعارف هو بيتكلم في إيه وبيعمل إيه، ولكن بعض إعلام أو بعض الإعلام الفرق التي تنافس النادي الأهلي بيتكلم دائما في أمور ما ينفعش إن هو يتكلم فيها. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده خلال الفترة السابقة أيضا، أنا ما بعرفش أكسبك في الملعب مثلا. يعني إحنا لما بنلعب في الشارع زمان كنا بنبقى قاعدين وبنقسم بعض، فلاقي اللي قدامي ما بيعرفش يكسبني خالص، فأنا أعمل إيه أو هو يعمل إيه؟ دايما يتخانق، دايما يشوف موضوع يتكلم فيه علشان يطلعك بره تركيزك، يطلعك بره استقرارك، يطلعك بره الاستقرار اللي أنت شايفه كنادي. فالحقيقة أنا دايما بحب أتكلم في النقط دي. يعني مثلا حسين الشحات ما بيعرفش يلعب، بواليا لازم يمشي، ده ما عندوش فكره، ده النادي الاهلي اشترى تروماي، مش ده اللي حضراتكم بتسمعوه من الاعلام المنافس او بعض من لا يشجع النادي الاهلي؟ دايما يقول لك الكلمتين دول. ليه؟ لان هو مش لاقي حته يخش فيها يقول لك ايه اصل حسين الشحات ده مش عارف ايه، وولتر بواليا ده كذا، وولتر بواليا ده النادي الاهلي اشترى مش هو ده الكلام اللي حضراتكم بتسمعوه من بعض الاعلام المنافس؟ لكن وايضا خدوا بالكم الفترة اللي فاتت كان دائما ولاد النادي الأهلي اللي موجودين في الأندية الأخرى كمديرين فنيين من المديرين الفنيين واللاعبين كان بيتقال عليهم إيه؟ أن هم بيفوتوا، وإحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت من أسبوعين كده عن هذا الموضوع مع أساتذتنا الكبار اللي كانوا موجودين معانا. فدايما يروح يقول لك إيه؟ أصل حسين الشحات، يشكك في حسين الشحات، يشكك في بواليا، يشكك في فلان، يشكك في علان. عارف ليه حضرتك؟ لأن هو مش عارف يكسبك. يقول لك إيه مثلا؟ الأسبوع اللي فات بعد تعادل النادي الاهلي في المباراه السابقه اللي قبل الانتاج الحربي، البنك الاهلي يعني، قال لك ايه؟ قال لك خلاص الدوري خلص، الاهلي خسر الدوري. طلعوا لي كده اللوائح اللي بتقول في حاله تعادل عدد النقاط مع بعض. يا جماعه لسه 10 ماتشات، هي الناس دي بتتكلم في ايه؟ الناس دي عايشه فين؟ هي الناس دي عايشه فين؟ بتتكلم في ايه؟ حضرتك جايب اللائحه اللي بتقول تعادل في عدد النقاط ولسه 10 ماتشات او 8 ماتشات على نهايه الدوري. حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا، وتخليك تبقى قاعد. والله انا قاعد بتفرج طبعا اليومين ثلاثه اللي فاتوا ما كنتش بطلع، فقاعد بتفرج بشوف الكلام اللي بيتقال والكلام اللي بيحصل، بلاقي الناس كلها وهو اعلام او بعض من لا يشجع النادي الاهلي دايما اللي بيروح في هذا الاتجاه. لكن جمهور النادي الاهلي واعي وعارف هو بيعمل ايه، وعارف ان الاعلام ده موجه لحته معينه، ان عايز حضرتك كجمهور النادي الاهلي ان انت تخبط في لعيبتك، عايز خناقه، عايز اي حاجه، تخبط في لعيبتك، تخبط في حسين الشحات، تخبط في بواليا، تخبط في كذا، تخبط في كذا. عندنا اخطاء، عندنا اخطاء. هو في نادي في العالم ما عندوش اخطاء؟ هو في نادي في العالم يستحمل كميه الارهاق والضغط اللي موجوده ويستحمل كميه الضغط النفسي؟ وبالمناسبه هحاول اجيب لحضراتكم دكتور نفسي يتكلم معانا في هذا الامر. هل الضغط النفسي بيؤثر بشكل سلبي على اللاعبين ولا لا، او على الرياضيين عموما ولا لا؟ لانه انا بلعب في بطوله افريقيا وبسافر جنوب افريقيا العب سان داونز في الدور الثمانيه، وبعد كده اسافر المغرب عشان اسافر تونس عشان العب الدور قبل النهائي، وبعدين ارجع المغرب العب الدور النهائي، وما بين ده وده بروح العب النصر في الكاس ودي هتكلم عليها بعدين، وما بين كل الماتشات دي انا بلعب ماتشات هنا في الدوري المحلي، بسافر اسكندريه وبروح السويس وبروح اسماعيليه وبروح يمين وبروح شمال، والباقيين قاعدين بيتفرجوا، الباقيين قاعدين بيتفرجوا، بتتلعب مباريات بس على الهداوه كده. وانا دلوقتي هتكلم معاكم في نقطه اثرها الكابتن سيد عبد الحفيظ ولازم اتكلم مع حضراتكم فيها لانها نقطه مهمه جدا. وبالتالي هو رايح لايه؟ هو رايح ان هو يقعد يخبط فيك،
باي طريقه بقى، زي ما قلت لك كده، لما انت وزميلك تلعبوا في الشارع كده فتلاقي هو مش عارف يكسبك ابدا، مش عارف، الفرق بينك وبينه كبير. انا واخد 42 دوري واللي بعدي واخد مش فاكر 11 12 دوري، فهو عايز يعمل اي حاجه عشان يوصل لك، اي حاجه عشان يوصل لك.